باب فضل الأربع أفرتي فضل قد باويها قبل الظهر الظهر كهرتي وبعدها يظهر كجداش وقبل العصر عصر كهرتي وبعد العشاء عشاء جداشيس أفرق عضو الظهر كدور رئيس يا أفر ظهر كقدم بيس يا أفر عصر كهر رئيس يا أفر عشاء كقدم بيس ولا بدي أنتي هراء هي ريد ولا السي هذه تاوي حكوس أروي باوي عن أمي حبيبة قالت واحد اللي سمعت واحد مغلي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لي من صلى روحي كذا أربع ركعات أفرق عضو قبل الظهر الظهر كهرتي وأربعني أفر بعدها قداشت حرمه الله الله وحو كحرم على النار نار نار تكركر يعني تشركيسة إلهي النار تو كحرمي وكمن عيي نار متى بنش سيد رواية الكتب رواه الخمسة شنتي بوريسي وصححه الترمذي والترمذي بصحيحيه كذلك واحد صحيح ابن خزيمة الشيخ الباني نوا صحيحنا طيب أفرك عدود ودور ككهري يا أفر كدم بيس ها وسيدت صوما إني مشروع يهين بحديث قدس إني مشروع يهين أيو قدسية أو لبنا وات كدي كرتا الظهر كهرتي يلا وات كدم بي وسيدي حديث كورا كسمر هدات سيادي سو أفر يا أفر كدي كتنا وذيل كرتا هدات كدي كتو أفر هوري يلا وات دم بنا وذيل كرتا هدات لبا هوري يا أفر دم بكدي كتنا وذيل كرتا كل ذلك جائز وي هذيك وحوي سيداد أجر كي يفضلق أسياساً لها أول كوتا الله وميلها أن لازم كهين لكن لغو ترتموه آخران لغو كلا بيحدونه السابقين تا إيو أصحاب اليمين إيو ماشي لغو على هاردون هالكاوي معنا طيب أيضا لفت إذا وحا كم وقت من صلى أربع ركعات أفرق عدد ودور كهر أفر كدن بي هل مالين ننكو تكذا ميالا قوضا أيضا نمي إن إلهي تشير كاقا نار تكحرمو والنار يا أدوه أيضا إسأركن حول سهلا ما صوما ساسترادد أيضا وحى صوأر وري والترمذي أبي داود أي وريين من حافظ صوما جيت من حافظ أربعا قبل الظهر وأربعا بعد العصر بعد الظهر وأربعا بعده أفر ظهر كورسي أفر كذا ما يسروحي إلى ليه أو حفظيه لازمة كاو يميت كأنار أركين معنا طيب وعن أبي هريرة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم هل كأبو هريرة ميدون كدريا عن أبي هريرة وابن عمر مسعى ابن عمر بس يدين ليه أبو هريرة دو قرية مجرى يا أبو هريرة إن ماشاء الله سوق لي كتبتك وما تعلو وذاتك كتاب كان له زيادة من المخطوطة ألف بولية هاي ونخلط بدنيا كتاب كان هايست الروح هايست يعني وحويان كان أصدق هذا مجلد ولي أنك اللي له هذا محمد صبي حسن حلاق خاصة ما قال لو قر دور قرنا الطبيعية لعكرت لكن طبعا أنا نيجا هيستو ومدة صوب هذا لو يكون يصدق ومؤسسة الريان أي طبعا ذي آد بأخلاقات بضمت سان عادي هاي مركو أي نكبر أروان ده كا هيستم هو هاي تيدوك مرك أبو هريرة ماشى سوحي ليه مخطوطا كهلي بوليه هوس حاشية ده لكن مركات كلها بتو مراجع ده حديث كصوص صارتي حديث كان هو حديث ابن عمر إيه أبو هريرة كم الدريان ساس ترادي صح ده وحوي وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال وحوري رحم الله الله أن حريست امرأة روح أو صلت كذي قبل العصر عصر ككهر أربعا أفرت كذي رواه أحمد باوري وأبو داود والترمذي ترمذي مركو وري كدي وحول الحديث كوا غريب حسن وحا صحيح سيده كل عبد الحق الاشبيلي ابن حبان سيده كل السند كيس وحا تحسيني شيخ الباني اي غيرك طيب حديث كان نوحو فائدي صلاه عصر ككهر افر ان لتكن وهي مشروع تهي هل لتكده اجر كلغه هي اني تهي الهي نحريستس انه لا يكون حريست حديث علي بن أبي طالب إسجن الشرو حسنة أو شيء جي إنه النبي قلت كان شري أفرت الرق عضو الكهر ريا صلاة عصر طيب موسى شيخ كينين عصر كجداش يسئن وح صلاة لا تكن كرو وحديثكم كينين لكن حديث باشر النبي كسر صلى الله عليه وسلم أو تلمام يسا عصر كجداش يسئن لا ورق عضو مشروع يهين
nahyiga salaada casar kadib ku soo aroorayna wuxuu khaas ku yahay xilliga qoraxdu isbeddesho iyo wixii ka dambeeya. Ama inta qoraxda midabkeeda iyo kulaylkeedu intuusan isbeddelin casarka kadib waa la tukan karaa. Laba ragcadood inuu tukan jirayna nebiga way ka sugan tahay sallallahu alayhi wasallam. Masaladaas sidii ciddii u baahanna baxthi fiican waxaa ka sameeyey al-imaam ibn al-munzir alayhi raxmatullah awsatka. Baxthi aad u qiimo badan buu ka sameeyey. Natiijada hadda aan idiin sheegay buuna akhiiran masalada ku gabagabeeyey, waana sida saxda wa waana masalada sheekh albani alayhi raxmatullah sidoo kale aad uga hadlayo. Marka salaada casarka kadib laba ragcadood tukashadeedu waxay ka mid tahay rawaatibta, walow nebigu uusan aada u laazimi jirin sida kuwa kaloo kale, haddana waa la tukan karaya, waa la tukan karaa dhimale. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وحيت لما صلى ما تكن النبي صلى الله عليه وسلم نبيه العشاء عشاء موسى تكن قط ولي او فدخل او قال علي كرك وسو يسو قالوا الا هدي انت تكد او يسو قالوا صلى وحو تكن جري اربع ركعات افر ركعات بو تكن جري او ست ركعات اما لح ركعات هدي انت عشاء تكد او يسو قالوا مركز افر ركعات بو تكن جري غريغا اما لح ركعات عشاء كده. رواه احمد داوري وابو داود كذلك النسائي باوري في الكبرى بيهقي سند كيسون وضعيف وحديث كما سغنا وحا كجرا نين مجهول اه او ليراهده مقاتل ابن بشير العجلي ايا كجرا ساس تردد الشيخ الباني يا غير كي با اي ضعيفين ايان او حديث كاسي ما سغنا ادو سغنا لها وحا لغا فايديسن لها عشاها كدب كوريها مركي لا تغو افر ركعات ان لا تكد لكن حتى هدي سغناتو وان صلاه الليل كي قيب كميد لان صلاه الليل كروحه او تكنيو wa cishaha markuu ka baxo labadiisa ragcadnoodna tukada wixii ka dambeeya salaatul leelka waqtigeedu bilowda marka salaatul leelka ma ku xisaabsanaan lahayd ay sugnaan laawa laakin maba sugna xadiithka wa an al-bara ibn aazib an an-nabi sallallahu alayhi wasallam nabiga wuxuu ka warin qala nabiga inuu yiri man salla ruuhi tukada qabla adh-dhuhri dhuhr ka horti arba'an afar kana wuxuu ahanaya ka annama sidi isagoo tahajjada yaani wuxuu wayan salaad ku soo jeeday min laylati habeenkiis habeenkii isagoo cibaadeysanayo salaad ku soo jeedo kala noqonay wa man sallahunna afarti ragcadood ruuxi tukada bacdal cishaa cishaha gadaashiisana kaana wuxuu noqonayaa ka midlihinna afarta kuwa lamido kale min laylatil qadri laylatul qadri xaggeeda mid ka tukada oo kala noqonaya kaana kaman salla ruux tukaday oo kala noqonaya midlihunna afartaas oo kale min laylatil qadri laylatul qadri xaggeeda ka tukada yaani afar hadaad cishaha gadaashooda tukato waxaad la mid tahay afar ragcadood habeen laylatul qadri ah ruux tukado kale ajirkoodaad yeelanaysa. Rawaa waxa wariyay xadiidkaas Saciid baa wariyay Saciid ibn Mansur fi sunanihi buu ku wariyay kadalika waxa wariyay Tabarani fi al-Awsat waana daciif oo sanadkiisa waxaa ku jira in la yiraahdo Naahid ibn Salim al-Bayhali ayaa ku jira waana majhuul sida uu leeyahay xafid yani waxa weeyaan Iraqi iyo gairkiiba iyo ninkii Haythami labaduba marka xadiiskaasi ma sugna hadduu sugnaan lahaana wuxuu faa'iideyn lahaa labada ragcadood afarta ragcadood cishaha ka dambeeya ajir badan inay leeyihiin laba iyo afarta duurka ka horeeyana fadiila siyaada inay leeyihiin buu sheegi lahaa laakiin ma sugna xadiiskaasi.